عصرا وكيفاش كيستحمروا الشعب المغربي، كيفاش الناس كيتيقوهم على قبل الفلوس ديال الادسنس. راه ماشي كاسره مغربيه عايشين هذاك الشيء بالفراغ، وخا الناس كتشوفهم كيبكيو وكيطيحوا الدموع، راه داك الشيء غير اتفاق بيناتهم. تاكروا باش يستحمروا الشعب المغربي على قد على ود الفلوس. قنوات مساكن عندهم مرض السرطان وعطاو 4000 ريال لواحد، عطاو 4000 ريال باش يدعموا واحد القناه مشهوره، دابا هما اللي دايرين هذا البوز هذا، وفي الاخر خداو الفلوس من عندنا وفي الاخر ما دعموناش. قال لها انا دابا طلقت من مرتي، اجي دابا قال لها الا بغيتي ديري البوز وطلعي قناتك، اجي نديروا راسك بانك تزعطتي فيا. كل شيء تمثيل وكل شيء مسرحيات، علاش كتشاركوا اخوتي والمغاربه اخوتي اخواتي، علاش كتشاركوا في هذا الشيء باش يطلع؟ اول حاجه خويا شكرا لك على هذه الكلمه اللي عطيتيني في هذا القناه ديالكم، شكرا لكم بزاف. قبل ما ندوي ندخلوا في الموضوع ديال هذا اليوتيوب هذا وهاد الاسرار ديال اليوتيوب، غادي نقدم لكم نفسي. انا مريم، عندي واحد القناه، وبحكم انني كنشتغل انا عندي واحد القناه مريم ايناس، كنشتغل في هاد الدومين ديال اليوتيوب. هادشي علاش انا جيت اليوم بحرقه وجيت باش نعطي شنو الاسرار وكيفاش كيستحمروا الشعب المغربي، كيفاش الناس كيتيقوهم. وانا بحكم انني عندي قناه وتنعرف هاد الناس، بعض الناس المشهوره، بعض الناس اللي دابا عندهم داخلين في هاد البوز وداخلين في هادشي، كيفاش كيستحمروكم اخوتي واخواتاتي المغاربه. راه كنعرف اسرار وداكشي علاش بالحرقه ديالي كمغربيه وكمسلمه وحنا في بلد اسلامي خاصنا نحبسوا من هادشي اللي باقي مستمر. ما حدنا باقي كنشوفوا هادشي، وما حد هادشي باقي غادي ينتشر وباقي. هادشي علاش جيت نقول لكم خوتي، هادشي كله اللي كتشوفوه في مواقع التواصل وهادشي اللي كتشوفوه في القنوات راه كله غير افلام، وعلى قبل ود الادسنس، على قبل الفلوس ديال الادسنس. راه ماشي كاسره مغربيه عايشين هذاك الشيء بالفرح وعايشين بهذاك الشيء، كل شيء داك الشيء كيكون غير بيناتهم داك الشيء. واخا الناس كتشوفهم خاصمين، واخا الناس كتشوفهم كيبكي وكيطيحوا الدموع، راه داك الشيء غير اتفاق بيناتهم. علاش كنقول لكم اخوتي هذا الشيء؟ راه هذا الشيء اللي كنقول لكم راه حيت كنسمعوا بودنيه من عند ناس مشهوره اللي عندهم قنوات، اللي حنا انني عندي قناه صغيره ما معروفاش، ولكن كنديروا كيفوايات وكنديروا كنوصلوا للناس باش يدعموا لنا قنواتنا باش نوصلوا الكلمه ديالنا، وحتى حنا نكونوا حتى حنا من الناس اللي ضمن اننا نتشهروا بشي حاجه اللي مفيده للبلاد ديالنا. ولكن مع الاسف لا، منين كنشوفوا هذا اليوتيوب هذا كنشوفوا غير الناس استحمار الشعب المغربي. حاشا على هذه الكلمه، سمحوا لي على هذه الكلمه ديال الاستحمار. يعني كتشوفي بلي ان القنوات اللي كيهتموا بالفضائح والمشاكل والاسرار ديال الاسره هما اللي كيتعرفوا واللي كيمشيو، هما اللي كيتعرفوا. دابا كتشوفي نفسك انت كدير واحد المنتوج، كنشوف شي حاجه اللي هي زوينه كنساعدوا بها الناس. القناه ديالتي هانتوما اخوتي المغاربه، قناه مريم ايناس. الى عجبكم هذا الفيديو هذا اللي مع هذا الاخ هذا، مع هذا المنبر الاعلامي، واول حاجه كنشكر هذا الاخ وهذا المنبر الاعلامي. علاش؟ لانني انا 6 شهور وانا كنحاول وكندير المجهودات ديالي باش يجي عندي واحد المنبر اعلامي بدون ديك الاسماء، باش نوصل لكم شنو هو الحرقه اللي على قلبي انا كمغربيه وكمسلمه. وحنا في بلد اسلامي خاصنا نوقفوا ونحدوا من هذا الشيء، انتشار ديال الفساد، لانه كاين منبر اعلامي كينشر لنا الفساد. حنا راه وليداتنا وبنياتنا كيطلعوا كيشوفوا هذا الشيء اللي كيوقع، كيبغوا يقلدوا هذاك الشيء. انت عندك يعني علاقه مع هاد الناس القنوات؟ عندنا علاقه وكانوا عندي. كيفاش كيبتكروا هاد القصص؟ كيبتكروا باش يستحمروا الشعب المغربي على قد على ود الفلوس. لانه انا عندي، انا اقسم بالله العلي العظيم، الى واحد القناه مشهوره دابا بدون ذكر الاسماء، الى حنا درنا باش يدعموا لنا القنوات ديالنا، ومنهم قنوات اللي مرضى السرطان، اقسم بالله ربي شاهد عليا، وانا ربي ما يسمحوش لي الا كذبت عليهم. ولا شافوا هذا الفيديو هادو غادي يعرفوا نفوسهم. قنوات مساكن عندهم مرض السرطان وعطاو 4000 ريال لواحد، عطاو 4000 ريال باش يدعموا واحد القناه مشهوره دابا هما اللي دايرين هذا البوز هذا، عطاوهم 4000 ريال، وحتى انا من ضمنهم عطيتهم 4000 ريال باش يدعموا القناه باش نوصلوا الكلمه، وفي الاخر خداو الفلوس من عندنا وفي الاخر ما دعموناش، وقالنا اللي في جهدكم ديروه، انتم قنوات صغيره ما غاديش يوصل الصوت ديالكم. وواحد السيد عاوتاني انه خدا 1000 درهم من عند واحد السيده وقال لها غادي ندعم لك قناتكم، منين خدا فلوس من عندها 1000 درهم 20000 ريال ما دعمش لها قناتها. واشنو قال لها؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال لها انا دابا طلقت من مرتي، اجي دابا قال لها الا بغيتي ديري البوز وطلعي قناتك، اجي نديروا راسك بانك تزعطتي فيا وانك غادي تزوجي بيا ونستحمروا الشعب المغربي. راه ماشي غير حنا اللي غنستحمروه، راه شتي في
المواقع التواصل راه كما نادى ونزار وخرجوا تستحملوا الشعب اجيت حنا نديروا هذا الشيء باش نطلعوا القنوات ديالنا ولا حول ولا قوه اقسم بالله الا هذا اوديو انا سمعته بودني يعني ماشي شي حد انا غادي نجي نتالا ولكن انا بدون ذكر الاسماء احتراما لهذه القناه هذه واحتراما للشعب المغربي انا ما جايش باش نطلع قناتي على الفضيحه ما جايش نطلع قناتي على انني ندير شي شوها ولا شي حاجه لا الناس اللي كيعرفوا القناه ديالي كل شيء الناس الحمد لله امين هذه وانا التعليق كلشي محترم كلشي مثلا كاين مواضيع حنا كنديو اون جينيرال كنديو بصفه عامه كاين المواضيع اللي متعلقه بالطلاق كاين المشاكل اللي كتخص داكشي كلشي افلام دابا شنو واحد الظاهره يعني شوف اخويا دابا الحمد لله ما عطيتيني الكلمه ونعطي نخرج داكشي اللي انا تيجيني حرقه عليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حنا في دوله اسلاميه كتجيني حرق على الوالدين اللي تيتعايروا سب الاعراض ديال الوالدين ما بقاش الناس دابا هاد الوليدات وهاد الناس هاد البنات وهادو كيخليو الناس يسبوا لهم الاعراض ديالهم البنات ديالهم وكاينين الامهات اللي كيسمحوا في وليداتهم يخرجوهم من المدرسه على قبل المهنه ديال اليوتيوب بانهم كيربحوا الادسنس علاش هادشي كتضيعوا لهم الدراسه ديالهم كتضيعوا لهم الحياه ديالهم بحال الاخت اللي خارجه اللي كتقول انني على قبل الفقر انني مهرسه وبنتي مهرسه وان على قبل الفقر غادي نخرج بنتي كتخرج بنتها لهذوك اللباس في الروتين اليومي كنقول لك اختي كلمه طيبه وكل روح انا اختك مسلمه كنقول لك يعني الشيطان كاين دابا وخارج في مواقع التواصل ان واحد السيده عندها قناه قالت لك انا مهرسه ودرت تكسيده مع بنتي وعندهم قناه بانها كتلتجا لبنتها بانها كتلبس واحد اللباس غير محتشم وانها ومي كندخل التعاليق انا كنشوف هاد التعاليق كنلقى غير رجاله اللي كيبقاو يمهدوا لهذيك البنت انها كتلبسي شي حاجه لا حشومه لا حول ولا قوه الا بالله علاش كيشوفوا روتيني اليوم روتي كل شيء انا كندخل نشوف ولكن ماشي كندخل باش نشجعهم لا كندخل حيت انا عندي قناه خاصني نهضر في مواضيع اجتماعيه كنهضروا كناقشوا ولكن خاصنا نوقفوا من هذا الشيء كنقول لك اختي انت ام شنو هي الام الام راه قدوه الام قدوه لوليداتها خاصها تربي ولو الفقر حنا راه ماشي في دوله حنا الكفر فيها ولا شي حاجه راه لتجئتي درتي اسباب ولتجئتي الله علاش هاد الناس هادو اللي عندهم قنوات بغيت غنعرف غير حاجه وحده خوتي والمغاربه وخواتاتي جاوبوني في التعليق الله يجازيكم بخير واش حنا الا مرضنا واش حنا الا فقر قتلنا واش حنا الا ما لقينا ما ناكلو ما غاديش نلتجئوا الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا علاش نلتجئوا الناس علاش نلتجئوا التجئي سير صلي ياك انت مهرسه وبنتك مهرسه التجئي الله سبحانه وتعالى صلي وديري قيام الليل يعني الفقر الفقر ماشي ذريعه باش نمشيو حاشا ولي لا 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 انا ما نكذبش عليك انا دوزت معاناه السحر ودوزت معاناه كثيرة وباقا تندوز معاناه لولا خوتي اللي واقفين معايا ووالديا ما يخلينيش انني انا نمشي نعطي الشرف ديالي ونعطي نخرج بنتي ولا نخرج ولدي بانني نخليهم عرضه لليوتيوب انا ويتعراو لا الفقر واخا نبقى ميته بالجوع واخا ما نبقى ما ناكل اقسم بالله ما نخلي راسي انني عرضه للناس انه ياكلوا لحم بنتي ونبين اللحم ديالها لا حاشا ولله وصلت بالناس لهذ الدرجه هذا الشيء ديال اليوتيوب اخوتي المغاربه خاصكم تعرفوا انا كنهضر معكم بحرقه راه ماشي كنهضر معكم باش نطلع القناه ديالي اقسم بالله ربي شاهد علي وهذه الكلمه اللي كنقول لكم غادي نتحاسب بها امام الله وامامكم انه كنهضر بواحد الحرقه كمغربيه حره بغيت هذا الشيء ديال الفساد وهذا الشيء ديال العري وهذا الشيء الناس المنابر الاعلاميه اللي كيشاركوا في الفساد وكيبينوا لنا الفساد وكيبينوا لنا خواتاتنا المغربيات كيشوهوهم وكيفضحوهم حشومه عليكم وعيب وعار غادي تحاسبوا امام الله حشومه باش تستروهم وباش تراعيوا لهذا الشيء وتبينوا شي حاجه سيروا قلبوا على الناس اللي مساكن ما ياكل ما ياكلوا سيروا بحال هذه الاخت هذه اللي مهرسه وعندها بنتها اللي كتفضح اللي كتخليها تبنت سيروا ساعدوها سيروا بينوها سيروا عطيو هذيك هويام اللي انها شحال واحد كنقولوا اننا الله اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها انا ما كنعير حتى شي وحده وما كنسب حتى شي واحد انا كلشي مع المراه المغربيه ومع خويا المسلم ولكن حاجه وحده اللي ما كنتقبلهاش هو كنشوف اختي المسلمه انها باللباس غير محتشم وكنشوفهم انهم كيتعرضوا رجع معك الموضوع هو فاش كندويو على الاسرار ديال اليوتيوب هاد القضايا ديال المشاكل اللي كيتم قصص كتم الفبركه ديالها واش عليك يتواصلوا مع بعضياتهم انا كنت نسيت هذا الشيء اي انا سمعت بودنيا انهم هما يا الناس باش يطلعوا قنوات ديالهم الناس باش يطلعوا القنوات ديالهم هذا السيد بانني انا سمعتهم السيده في القناه ديالها كاينه في برا كتواجد في البلاد الغربه انها بغات الدعم يدعم لها قناتها ب 1000 درهم 20000 ريال وكنت من ضمن الجيف واي اللي داخله مع هذا الجروب هذا لانه كانوا ناس قنوات في واحد الجروب كيكون مجموع وكنعطيو فلوس عيب باش نوصلوا 4000 ريال ماشي شي حاجه انا ما بقاش في 4000
ولكن بقاو فيا ان هذيك السيده اللي فيها راه سرطان عطات 4000 وما عقلوش عليها وقال ليها هذيك انا انت قناتك صغيره ما الصوت ديالك ما غيوصلش ولكن الا بغيتي قناتك تطلع اجي ديري بانك انت كتواجدي في الدول الاوروبيه اجي ديري راسك بحال حيت يلاه طلق ديك الساعات من مرته وقال ليها يلاه اجي ديك الساعات نديروا راسنا غادي نتزوجوا ونمثلوا على نستحملوا الشعب المغربي بهذا لانه هي خرجت بفيديو في قناه ديالها وما كاينش اللي يسمع ليها وما كاينش اللي كيسمع لشي حد ان باغي يدلي شي كلمه ديال الحق ويبين هذا الشيء ديال الفضائح ديال اليوتيوب لان هذا اليوتيوب هذا انا كنهضر عليه بحرقه كل شيء تمثيل وكل شيء مسرحيات علاش كتشاركوا اخوتي والمغاربه اخوتي اخواتاتي علاش كتشاركوا في هذا الشيء باش يطلع علاش ما كتدعمونش حنا اللي قنوات صغار اللي كنعطيو شي حاجه ديال كلمه طيبه وكندعيو وكنبغيو نديرو شي حاجه اللي تكون مفيده لختنا المسلمه ما نفضحوهاش بالعكس الحاجه اللي غتفضح اختي المسلمه نسترها ونمشي نعاونها ونعاونوا بزاف الناس معاقين الناس كيدخلوا عندي القناه كيقولوا يا عافاك مريم عاونينا الناس معاقين وبزاف ولكن انا قناتي صغيره ما عنديش كيجهد باش نعاونهم كيفاش انا جيت اليوم باش تنشكر هذه القناه هذه ديال هذا الاعلام بربر اعلامي اعطاني باش نعطي الكلمه ديالي وانا جيت اليوم واخا واخا شي وحدين ما غيعجبهمش هضرتي ولكن انا كنهضر بحرقه كمرأة مسلمه وكمرأة مغربيه كنقول للوالدين حاشا واش الوالدين راه قدوه الوالدين راه نعمه عطاها لي الله علاش كتسمحوا في العرض ديالكم وتسمحوا انه الناس يسبوا لكم والديكم على قبل الادسنس علاش كتخرجوا وليداتكم من المدرسه على قبل الادسنس علاش هذا اليوتيوب هو كيسب عائلته وكيسب موته هذوك كلهم كيكونوا متفقين اخويا هادشي اللي كتشوفوا نتوما في مواقع التواصل انه هذا كيسب واش كاين شي واحد كيسب والديه واش كاينه شي وحده اللي امها باقا حيه باقا على قيد الحياه وكتمشي تزوج باها انها كتمشي مع مرت باها وتعيش مع وشنو هي الغيره المراه المغربيه الغيره كنعرف انا امي ولدتني هزتني 9 شهور انا امي باقا حيه غادي نبقى معاها حتى الممات لانها تعذبات عليا و9 شهور هي هزاني غنبقى معاها حتى الممات كي كان عندها كي ما كانش عندها وكذلك الاب ديالي غنبقى معاها حتى الممات ولكن باش انني نبقى نخلي امي كتكردد ونخلي امي انها تفقص ونمشي انا على قبل الادسنس وعلى قبل انني نخرج من المدرسه لا هادشي ماشي في الدين ديالنا خاصنا نوقفوا هادشي انا كنوجه النداء ديالي كنوجه النداء ديالي الناس ديال اخوتي واخواتاتي المغربيات من داخل كازا ومن خارج من طنجة للكويره ومن خارج المغرب ومن داخل المغرب كنقول لكم عافاكم الا ما حبسوا من هذا الشيء عافاكم الا ما دعموا قنوات ديال الناس المحتاجين الناس المعاقين دعموا قنوات صغرى راه عندها ما تقول تعطي الكلمه اما هاد القنوات هادو اللي دابا مشهورين كنقول لكم ماشي ما تدعموهمش وانما خاصهم يرجعوا الله سبحانه وتعالى وانهم يعرفوا بان هذا الشيء كله على قبل الادسنس وعلى قبل الفلوس والادسنس هذا الشيء كلشي باغي ينفعهمش راه ما يدوم غير وجه الله سبحانه وتعالى قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي